صباح الرحيم. دلوقتي هنبدأ إن شاء الله برضو هنكمل لسه في موديول 3 زي ما احنا، بس هناخد مانج ذا سنابينز اوف ان ام ام سي. بس الناس بتسأل يعني الام ام سي دي، قلنا يعني باختصار تاني معناها الاول. احنا لسه طبعا دلوقتي بناخد التمارين المقررة علينا كده بس ببساطة وطبقها، لكن قلنا الام ام سي يا جدعان هو بيستخدم كوحدة، الوحدة دي كمكان بنقدر نتحكم فيه في عمليات إدارية عشان بنقدر ننشئ ونفتح أدوات إدارية. خلاص، يبقى هو مكان بنقدر نجمع فيه مجموعة من الأدوات الإدارية. خلاص، الأدوات الإدارية دي وحدها هي عبارة عن وحدات تحكم، تحكم في الأجهزة أو البرامج أو الشبكة أو مكوناتها أو الكلام ده كله. خلاص، فإحنا بنجمع مجموعة من الأدوات الإدارية، كل أداة منهم ليها قصة هنحكيها، بس المهم إحنا بنجمعها دلوقتي. خلاص، ليه؟ بغرض إن إحنا نوفر فيما بعد إن إحنا يبقى عندنا يعني حاجة مشتركة أو ملف واحد في معظم ادوات معينه بنستخدمها بشكل معين. بنستخدمها بشكل ايه؟ بنستخدمها بشويه ادوات بنجمعها عشان تبقى نقدر بعد كده نشتغل عليها، لان هي مرتبطه ببعضيها. مثلا احنا بقى عندنا واجهه واحده بتوفر لنا الايه ان احنا ندير من خلالها مجموعه من الايه، من الخدمات اللي احنا بنجمعها. فاحنا بنقول سناب، السناب ان دي مجموعه من الخدمات احنا بنجمعها في فايل، بنمانج، بنعملها مانج. فاحنا دلوقتي بنتكلم بقى عن مانج بقى. هنفتح كده على طول الفايل بتاع الادمن بتاعنا. خلاص، وبعد كده هنضيف، هنيجي او ممكن نجيب مكالمة فايل ونقول له اد او ريموف سنابين، وهنختار الايفنت فيور. بس مش هنختارها من احنا ضفناها اصلا، فانا هختارها المرة دي من ايه؟ انا بتكلم عن المانج، يعني هختارها من الايفنت فيور. خلاص، من الايفنت ايه؟ من ايفنت فيور، اللي قصدي اسف، من السلكتد سناب انز. سلكتد سناب انز يعني من الحاجات اللي احنا مختارينها. ايفنت فيور اهو، طب احنا ما كنا مش محددين، كان ما فيش الاختيار دي مش مفتوحه، لكن لما نيجي على ايفنت فيور بقى عندنا مجموعه من الخيارات الايه المفتوحه، منها مثلا ان انا اقدر يعني احركها فوق تحت، مش عارف ايه الكلام البسيط دوت، او ان انا ممكن اختار الاكتيف دايركتوري سكيما. خلاص، واقول له مثلا ريموف الاكتيف دايركتوري سكيما دي. خلاص، ممكن اروح على الكمبيوتر مانجمنت مثلا واقول له والله احنا عايزين نعمل اديت للموضوع ده او نعدل فيه، فاقول له اديت اكستنشنز. خلاص، ففتح لي مجموعه من الخصائص او الاختيارات، فبيقول لي اختيارين، يعني دايما اتيح الاول افيلبل اكستنشنز، يعني كل الحاجات اللي موجوده انا هتبقى متاحه، ولا هتحدد حاجات معينه بس من الكمبيوتر مانجمنت هو اللي تقدر ايه، هو اللي انت عايزه بالظبط يعني. فاقول له لا، انا يعني اختار انيبل اونلي سيلكتد اكستنشنز. خلاص، فطلع لي كل الحاجات اللي هي ممكن نقدر بقى ايه، او الحاجات كلها المختصه بالكمبيوتر مانجمنت، صح كده ولا ايه؟ طب انا ممكن دلوقتي اختار منها حاجات او اعلم منها حاجات، ممكن اسيب دلوقتي الايفنت فيور، عشان ان احنا اصلا كده موجود معانا، صح ولا لا؟ فكده انا بعدل وبخش في الخصائص الداخليه واقول هتبقى متاح منها ايه بالظبط، هيبقى متاح منها ايه او مش متاح منها ايه. خلاص، وكده اكون انا شفت ازاي اعمل ريموف وموف اب واديت الاكستنشن والكلام الجميل ده كله، وخلاص يعني مش محتاج بس في المثال ده غير ان انا اوريك المانج ده كان معمول ازاي. وادي من فايل، اقول له سيف، مش عارف دوست سيف ولا لا، سيف الكلام ده، وبكده اكون يعني خلصنا الاكسرسايز نمبر 3.